هي رياضة جديدة دخلت مصر مؤخرا من حوالي سنتين. أنا شخصيا وأنا بقرا عنها امبارح السكريبت الحقيقة قعدت أفكر يا ترى شفتها قبل كده ما شفتهاش، قريبة من لعبة تانية عندنا مش قريبة، مش عارف. قلت لما يجي ضيوفي تاني يوم هسألهم الدوتش بول عبارة عن إيه؟ حققت أرقام ولا لأ؟ اكتشفت حاجات جميلة جدا، إن لعبة قوية جدا، مهمة جدا، مغرية جدا كمان، ولها منتخب للشباب أو للرجالة ومنتخب للبنات، وكمان المفاجأة ان احنا اصبح لنا تصنيف عالمي في خلال سنتين، وقريبا هيكون لنا كمان اتحاد للعبة. خليني ارحب بضيوفي عشان ما اخدش حقهم في الكلام كتير. خليني ارحب بكابتن مراد صفوت مدرب منتخب بنات، اهلا بيك. اهلا بيك فادي، وسعيد بوجودي معاكم. انا اسعد. كابتن مارتينا مجدي كابتن منتخب البنات. مظبوط. وكابتن كارين اشرف لعبة في منتخب بنات. مظبوط كده؟ مظبوط. خلينا نبدأ في البداية بسرعة كده. الدوج بول قالوا لي هي فيها شوية ملامح، فيها شوية ملامح من لعبة صيادين السمك كنا بنلعبها زمان، وإن كان لما كنت بكلم معاك قبل الفقرة قلت لي لا ده الموضوع مختلف خالص. شوية إزاي مختلف خالص؟ هي لعبة حركية وديناميكية أسرع شوية من فكرة صيادين السمك، وإن كان يعني فكرة صيادين السمك ان احنا بنرمي كور على بعض نحاول نمسك الكورة، هي الجزء ده مش شبيه شوية في اللعبة، ولكن اللعبة حركية فيها لعب جماعي أكتر ومنافسة بشكل أعنف يعني، ورمي كور واستراتيجيات، فده بيخليها مختلفة شوية عن فكرة صيادين السمك. أعنف. كنت متخيل اللعبة دي ما فيهاش عنف خالص؟ كنت متخيل كده انما فيها عنف. اه طبعا، وإصابات فيها عنف. كمل. يعني حاجة ما شفتهمش يعني. هي اللعبة إنجليزية الأصل. عظيم. وابتدت في إنجلترا. واتأسست أو دخلت في مصر في 2016، وكانت لينا أول مشاركة في كأس عالم في مانشستر في 2016. ازاي انتوا يعني ازاي؟ أنا مستغرب، بس يعني أنا خدت منكم معلومة وقلتها، بس ما شاء الله يعني سنتين وكأس عالم يعني. يلا الحمد لله يعني ما شاء الله. الحمد لله بنحاول نبذل مجهود جامد وبنتمرن بشكل يعني يمكن زي ما حضرتك شايف كده بنتمرن بشكل ده منتخب الشباب. اه دي لقطات من كاس افريقيا 2017 السنه اللي فاتت، ده اقيم هنا في مصر في المركز الاولمبي لتدريب المنتخبات، وده كانت منافسه ما بيننا وبين جنوب افريقيا في الشباب والسيدات في منتخب كمان مختلط. هتعيدها لي تاني؟ منتخب مختلط بنات ولاد. بنات ولاد في نفس الفريق. رائع رائع. طيب خليني اخد مع كابتن مارتينا، خلينا نكمل. مارتينا ولا مارتينا؟ مارتينا. مارتينا نكمل بس. طب خلاص احنا خلاص الفيديو. فكره الوجود منتخب للبنات، ودلوقتي كابتن مراد بيقول لي والموضوع فيه عنف. انت بداتي من امتى؟ لما لعبه احنا كنا بنلعبها زمان في المعسكرات الرياضيه. بشكل قريب قوي من اللي بيحصل دلوقتي، بس هي اختلفت في القوانين، اختلفت في السرعه، اختلفت في الديناميكيه. كويس. هي مش عنيفه بمعنى عنيفه، بس هي احنا مسافه ما بيننا وبين بعض واحنا بنرمي كور قريبه. ومش كوره واحده تترمي عليك، ممكن في اوقات يبقى اربع كور وممكن في اوقات خمس كور كمان. بيبقى في احتكاك في اللعبه؟ في مفيش. انا ما بقربش من اللعيب خالص، انا يعني احتكاكي باللعيب الكوره اللي انا برميها عليه. طب هنا العنف جه من يعني الكوره، رزعه الكوره. بص يا كابتن مراد، هي اختارت لفظ، قلت لك رزعه الكوره. انا حسيت بيها وبتتكلم ده. لازم تبقى قوه الكوره طالعه من ايدك بقوه وتبقى محدده، يعني التارجت بتاعها. مارتينا اللي قدامنا في فيديو ده المختلط. ده المختلط مظبوط. كلميني ده كده فريق بنات. ده ايه ده بقى؟ ده كان في نفس البطوله؟ ده في بطوله افريقيا. جميل. ادي رزعه الكوره اللي انت قلت لي عليها. لا بس ده حاجه صعبه قوي. ما هو لازم تطلع الكوره بقوه، ولازم تبقى موجهه لشخص معين او تارجت معين. كويس. فعشان تظبطها لازم تطلعها بقى باقصى حاجه عندك، وده محتاج تدريب كويس جدا. مظبوط. ومحتاج اعتقد كمان تمرين عضلي بشكل معين، لان لو ما كانش الواحد مهيئ ومجهز بدنيا اعتقد الايد بتتاثر كمان. مظبوط. مش كده؟ مظبوط كده طبعا. مظبوط بدني، وكمان اللي احنا نبقى مركزين اللي احنا بنتارجت حاجه معينه، يعني ممكن ابقى دراعي كويس قوي بس انا برمي في الهواء، فانا كده ما استفدتش حاجه من الدراع كويس. فلازم يبقى تدريب عضلي ويبقى عندي سترينث تمارين اكتر، بس في نفس الوقت انا بركز اللي انا ابقى محدده. عظيم. كارين، ايه اللي خلاكي حبيتي اللعبه دي؟ حبيتها عشان كنا بنلعبها زمان في المعسكرات الرياضيه. ايوه ارجعي بقى كده شويه لورا. ايوه تقريبا ده من 10 سنين بنلعبها واحنا صغيرين، بس كنا بنلعبها بشكل ودي، ما كانش في اي
قوانين زي بنلعبها دلوقتي. ماشي. كانت فيري سيمبل، بسيطه، ما فيش اي مشاكل يعني. بس بعد كده ابتدينا بقى نهتم بيها كلنا لما اخذناها على مستوى مختلف. استهوتك يعني عجبتك زي ما بيقولوا؟ يعني لو خدناها على شكل بروفيشنال، لا كلنا بقى يعني مستنيين اللحظه دي عشان نطلع اللي احنا الحاجات اللي احنا الخبره اللي اخذناها زمان يعني. صح، حلوه قوي كلمه كلنا مستنيين اللحظه دي. ده انتوا ساعه ما تم فوزكو اعتقد بمباراه جنوب افريقيا. بالزبط. مش كده؟ طيب عايز اسال على حاجه كابتن مراد. الحقيقه وانا بكلم معاك قبل فتره قلت لي معظمنا رياضيين، معظمنا بنمارس العاب زي السله، الهاندبول، العاب سباحه، ايا كان. مش عارف ليه مارتينا بتتكلم دلوقتي حسيت ان واضح قوي ان اللعبه دي محتاجه حد تم تاسيسه وتجهيزه رياضيا قبل ما يدخل على الدوتش بول. ما اعرفش انا صح ولا غلط. طبعا كلام حضرتك مظبوط، لانه اللعبه فيها شق بدني عنيف شويه او قوي، بتتطلب يعني انسيابيه ومرونه في الحركات. هي من اسم اللعبه اسمها دوتش بول. فاول جزئيه مهمه لازم يتم التمرين عليها الدوجينج، او اللي هو التفادي، انك تتفادى الكور المسرعه تجاهك. وزي ما كابتن مارتيني قالت، ساعات بيبقى بيترمي عليك كورتين وتلاتة وأربعة وخمسة في نفس الوقت على نفس الشخص. محتاج يكون عندك مرونة وإنسيابية إن أنت تنط وتتفادي الكور في الهواء. ولو محتاج مرونة ومحتاجة يعني استعداد بدني غير طبيعي. طبعا. المشاهد اللي قدامنا دي من بطولة السيدات ولا كانت مختلطة؟ دي سيدات. سيدات يا مارتين. مش عارف، أنا حاسس يعني الموضوع جد قوي. ما اعرفش، انا وانا بقرا امبارح السكريبت حسيت ان احنا لسه في بدايه رياضه جديده وبنجهز نفسنا ليها. لا، اما قابلتكم اكتشفت ان الموضوع دخل في الجد. هو جد. هو ده صح. هو جد. هي اللعبه فعلا يعني هي اللي يسمعها ويسمع، عشان كده احنا شويه بنتضايق من حته صيادين السمك، عشان هي صغيره على صيادين السمك. لا يعني لما نقول يعني زي ما قالت كارين، حتى ذهنيا احنا مش بعيد عنها. احنا مش بعيد عنها خالص. بس احنا لما بنفتكر صيادين السمك بنفتكر احنا صغيرين. صح. لما بنرمي كره كده وخلاص اخدناها وخلصنا. لا، دي بيبقى فيها سرعه قوي، يعني لازم افضل رايحه راجعه في الملعب. يعني هي شويه فكره انك مش واقف بترمي كره ومستني كره تتمسك. لا، احنا بنطلع وبنرجع طول الوقت. احنا ما ينفعش نفضل واقفين. لازم نفضل بنتجنب الكوره فعلا. فلان اتجنب الكوره دي وفي نفس الوقت ما اخبطش اللي جنبي. ما انا جنبي. هي كره تقيله؟ لا مش تقيله. لا، بس لو حد ناشف رميها هي تقيله، هي بتوجع مش تقيله. حسيت بكده لما قلت لي ايه رزعت الكوره. هي مش تقيله، الكوره نفسها لو شلتها مش تقيله، يعني اخف كتير قوي من اي كوره تانية. بس عايزه مهاره في استلام وتسلم وتصويب الكوره. مزبوط. محتاجه مهاره. مظبوط. طيب كارين، فكره ان انا ابدا العب من سن معينه، كابتن مراد وانا بتكلم معاه قال لي بنبدا ممكن 8 سنين. مظبوط. الجيل اللي بيلعب دلوقتي، هل ممكن انتوا بتفكروا، انتوا كبنات بتفكروا انه بعد فتره ليه، ممكن دلوقتي كمان، ان انتوا تساعدوا الولاد الصغيرين وبنات صغيرين، مش بس انكم تشرحوا اللعبه، انكم تحببوا الولاد والبنات في فكره الدوتش بول؟ تمام. احنا يعني ابتدينا من فتره ان احنا عملنا اكاديميه للاطفال في كذا مكان، وحتى لسه فاتحين واحده في اسكندريه. بجد؟ انا ما حدش قايل السؤال ده يا جماعه. انا سالته كده ان كنت حاسس ازاي فعلا نقدر نستفيد منكم. وبرده بيمارسوها في المعسكرات الرياضيه، وابتدينا احنا كمان كذا لعيب في المنتخب، ولد بنت مختلط اي حد. بيجي يعرف اللعبه دي في كذا مدرسه. فبنحاول ننشر اللعبه على قد ما نقدر يعني. على قد ما تقدر عشان حبينا. عظيم. وهي لعبة سهلة تتلعب، يعني مجرد تجيب بس أرض فاضية وتحط بس الخطوط والكور. أنتوا عشان اتعودتوا عليها يا كارين، ولكن أنا وأنا بتفرج أنا مش عايز أزيد الموضوع صعوبة. لا، هي مش سهلة قوي. وحتى كابتن مراد بيضحك وقاعد يتفرج على الفيديو. سهلة يا كابتن مراد؟ ولا غلط إن احنا نقول كلمة سهلة؟ هو مفيش حاجة سهلة. هي كل حاجة بيتبذل فيها الوقت الكافي والمجهود الكافي بتجني منها نتائج كويسة. فلو يعني الناس اللي قاعدة دي، يعني احنا يمكن بقالنا سنتين بس الناس دي كانت بتمرن 5 أيام في الاسبوع، كل مره لمده 3 ساعات. لا، تاني مين بتمرن 3 أيام في الاسبوع؟ فرق المنتخب. وصلنا في الاخر احنا بتمرن 5 أيام في الاسبوع. عظيم. 3 ساعات في المره. كويس. ده انت هتاخدني لسؤال مهم جدا. انا كنت لسه بسالك على المراكز بالنسبه للشباب والبنات. اصل فكره وجود تصنيف عالمي في خلال سنتين ده مش سهل خالص على فكره. انتوا حققتوا مركز 5؟ منتخب الشباب. ما شاء الله. والبنات؟ 10.
كويس جدا. وانت بتقولي ان استعد للسفر لجنوب افريقيا قريب. السنه الجايه ان شاء الله في ما بين يوليو لاغسطس 2019 ان شاء الله في جنوب افريقيا. هتسافر جنوب افريقيا ان شاء الله لو لينا. وانتوا كنتوا فايزين على جنوب افريقيا السنه اللي فاتت. كمل بقى كابتن. السنه اللي فاتت ده كان بطوله الامم الافريقيه كانت عندنا، كان المفروض مقدر لها يبقى فيها فرق اكتر من احنا جنوب افريقيا، بس الاسباب مختلفه واساسها الدعم لان احنا لسه الموضوع في البدايات فما حصلش يعني امكانيه لغير احنا جنوب افريقيا. السنه الجايه المفروض يبقى كاس امم افريقيه في جنوب افريقيا، ومقدر له ان يكون فيه في حدود 5 أو 6 فرق تانيين، هتبقى المنافسه اعنف شويه. بس ده الطبيعي ان كل ما الوقت بيعدي كل ما يعني المنافسه بتشتد والموضوع بيتطور وفرق تانيه بتشارك، ف عشان كده احنا بنتمرن جامد. القاعده هتوسع كمان مع وجود فرق تانيه. عظيم. مارتينا، كنت لسه بكلمك على موضوع الاتحاد، وانا بكلمك على موضوع الاتحاد قلت لي خلاص احنا على وشك، بس حاسس من رد فعلكم ان انتوا فعلا محتاجين اتحاد اللعب. ده حقيقي، مش عشان التمويل بس على فكره، لا في حاجات كتير انتوا محتاجينها من الاتحاد. بالظبط، لان لما يبقى في اتحاد المدارس والجامعات والنوادي وكله هيبقى عنده علم بيها، ف هنبقى بالزبط. عندنا اللي احنا نقدر نوسع، بدل ما احنا بنوسع بمجهودات قليله اتحاد بقى هيبقى حاجه رسميه، فهي تقدر تتوسع اكتر في المدارس والجامعات، هنقدر ان لما نيجي نتكلم ما يبقاش معروف، لسه هتبقى معروفه اكتر. يعني لما اقول دادج بول هيبقى في لها قاعده. في 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 يا جماعه احنا عندنا اتحاد، والاتحاد مؤسس، وان احنا بنلعب، وتعالوا انضموا لينا عادي. تمام. طيب خلينا نطلع الفاصل سريع ونرجع مكملين مع كارين ومارتينا وكابتن مراد. سريعا ونرجع مرة تانية. ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا، ولسه مكملين معاكم والدوج بول ومع مارتينا وكارين وكابتن مراد. وكنت لسه بتكلم مع مارتينا عن فكرة الاتحاد ونشر اللعبة. حسيت وانا بكلمك ان انت امنيتك ان اللعبة تنتشر اكتر في الاندية والمراكز والمدارس والاخر. اكيد، لان في جزء منها كبير قوي احنا عايزين اللعبة الناس تنضم لينا. يعني احنا اللي لعبوها في المعسكرات عارفينها، بس مش كل الناس تعرفها. بالزبط. فلما ننزل النوادي وننزل المدارس هيبقى نسبة المشاركة اكبر، فهيبقى اللي عرفوها ويحبوها زي ما احنا حبيناها هتبقى اكتر، فيقدروا يبقى المنتخب عندنا يعني مثقل اكتر، عندنا اوبشنز كتير وعندنا لعيبه كتير نقدر نضمهم. حاسس من كلامك انكم شايلين هموم اللعبه، يعني حتى بتقولي ننزل، يعني وانت بتتكلمي حاسس ان انتم شايلين جزء من هموم اللعبه لنشر اللعبه الفتره اللي جايه. زي ما حضرتك احنا مش يعني احنا بالنسبه لنا بنتكلم ان احنا من يعني بنبص لها احنا مؤسسين اللعبه. بالظبط، يعني احنا من اول من ابتدى اللعبه في مصر. بالظبط، فيوم احنا حاسين ان احنا خلاص دي اللعبه اللي احنا عايزين نكبرها. بالزبط. اكتر بصرف النظر احنا مكملين فيها ولا احنا مش مكملين، في احسن مننا جم وهم اللي مكملين اوكي، بس احنا حاسين ان احنا لسه يعني احنا شايلينها دلوقتي فلغايه لما توصل. كارين، جميل ان احنا نتكلم على اللعبه بتفاؤل، وجميل احنا عايزين ننشر اللعبه وبنتكلم على منافسات، ومنافسات قويه جدا، ما دام دخلنا على بطوله قاريه وعالميه ولا اخره يبقى بنتكلم في منافسه شديده. ايه الصعوبات اللي بتواجهكم انتوا في اللعبه دي بمنتهى الامان، سواء على المستوى العام او سواء انتوا كبنات كمان؟ هي من اكتر الصعوبات اللي بنواجهها يعني تقريبا الدعم، هي الدعم بس اللي احنا محتاجينه. وايه تاني؟ بس كده انا كنت واثق انها تقول الدعم على فكره، لان انا كنت بتكلم مع كابتن مراد وقال لي احنا بنسافر ونروح ونيجي فبنتحمل. اكيد الموضوع لما القاعده بتوسع، ما اعرفش كابتن مراد هتشاركني في الراي ولا لا، الموضوع هيبقى اكتر ثقل عليكم انتوا في التنقلات والسفر. يعني كارين وهي بتتكلم تقول لي الدعم، يعني انا انتظرت كلمتين كمان حاجه غير الدعم، فيبدو ان احنا هنقف شويه قدام الكلمه دي. سكتي ليه؟ هو الموضوع في الحقيقه مش يعني هو جميل ان احنا بنشارك وبنمارس، وزي ما كابتن مارتين احنا يمكن يعني بنحاول دلوقتي بناسس تاريخ اللعبه او بنبتدي ان احنا نزرع اللعبه في مصر، ولكن هو الموضوع مش بالسهوله دي، لان هو طبعا يعني اكيد الدعم او وجود الماده او توفر الماده دي حاجات الاساسيه لتسهيل التحركات والسفر والتمارين وايجار الملاعب ولبس الفريق، ويعني زي ما حضرتك شايف كده في الصوره. عدد الفريق البنات قد ايه؟ 10 بنات. طبعا ابتدينا بعدد اكبر من كده وقعدنا نصفي لحد ما سافرنا ب 10 بنات. طبيعي، ده منتخبنا دلوقتي البنات 10 بنات. هم دول. جميل. ده المختلط. مش عارف ليه وانا ببص للصور حاسس ان انتوا تم اعدادكم كويس، حاسس ان انتوا محترفين، حاسس ان وراكم شغل زي ما بيقولوا مهم جدا اتعمل عشان نظهر بالمظهر ده. وان كان برضو هقف شويه مع كارين في فكره الدعم. هنا الدعم مش بس بيبقى مع مادي، يعني ممكن يكون صحي لي يا كارين، انتوا محتاجين دعم مادي ومعنوي وايه كمان؟ ولا المعنوي ساعات بيفرق معاكم كمان؟ هو المعنوي بيفرق معانا طبعا،
هو ممكن يبقى فيه دعم مادي وبعدين وبعد الدعم المادي انتوا محتاجين حاجات تانية غير الدعم المادي برضه. بس المادي الناس دلوقتي مهتمه بيه، يعني اللعيبه محتاجه مساعده ماديه، مش كل الناس تقدر تدفع وتسافر ومعسكرات والحاجات. هو في زمن الاحتراف ده مهم جدا، يعني انا مقدر كويس، يعني كارين حاسه ان هي ايه عارفه بتفكر تقول ولا ما تقولش، لا هتتكلمي زي ما مارتينا قالت وكابتن مراد، فكره اقامه معسكرات قبل اي بطوله مهمه جدا. طب هتصرفوا ازاي؟ طب لسه كابتن مراد بيتكلم على الملابس، دي ابسط حاجه نقدر نتكلم فيها عشان تقدري تبداي حتى تدريبك. مظبوط مظبوط. تدربوا فين؟ بنتدرب في المركز الاولمبي في المعادي ومركز تاني في مصر الجديده. ده دلوقتي دول الملعبين اللي جاهزين للدوج بول اللي انتوا بتتمرنوا عليه. تمام. في حاجه تانية في المستقبل يتم تجهيزها؟ لغايه دلوقتي لا. كملاعب؟ لا لسه. طيب هرجع لكابتن مراد مره تانية، وقلت لي انا في الاصل كنت بلعب فريق الشباب. انا كنت في البدايه ابتديت فريق الشباب. تمام. كان في صعوبات معاك وانتوا كرجاله في فريق الدوج بول؟ اكيد، يعني اي رياضه بيبقى فيها تحديات، عدد لعيبه كبير، المنافسه عنيفه، ده مضحك يعني. اكيد قوه رميه الراجل مختلف عن قوه رميه البنت، فانت بتتعرض لكور جايه صاروخ ممكن ما تبقاش شايفها. بدات تاخد بالي من الموضوع ده دلوقتي بجد والله، ان الموضوع فعلا محتاج تجهيز بدني. اكيد ده بلا شك هيبقى عندنا فتره. وعشان كده قلت لكريم موضوع المعسكرات. طبعا انتوا محتاجين فعلا الفتره الجايه قبل السفر حتى كمان طبعًا. تدخلوا معسكرات وتسافروا وتبداوا تحتكوا الفتره اللي جايه. امنياتك يا مارتينا ايه في اللعبه دي؟ لما قلت لي انا حاسه ان احنا بنشيل على عاتقنا فكره ان احنا مؤسسين للعبه. نفسي ان احنا نعمل احسن الفتره الجايه، ولما نعمل احسن الفتره الجايه يبقى في حاجات كتير قوي محتاجينها. محتاجين دعم مادي ومعنوي، محتاجين الناس تعرف اللعبه، محتاجين لعيبه اكتر، محتاجين يعني فاسيلتيز او حاجات تساعدنا اكتر، اللي احنا زي معسكر زي هتحتاجه. هنحتاج الكلام ده عشان نعلى وعشان نبقى احسن، هنحتاج نزود الموارد اللي عندنا اللي احنا بنستخدمها. فاحنا ده كله انا نفسي ان هو يحصل، عشان انا متاكده لو احنا بموارد قليله عرفنا نعمل اللي احنا بنعمله يبقى اكيد لما تزيد الموارد احنا نعمل احسن. يعني ايدك في اللي تقوليه. كريم بسرعه امنياتك. لا تقريبا احنا عندنا نفس الامنيات، يعني تقريبا كل حاجه مشتركه. كل اللي قالته مرتين. حاسس ان كارين يعني بتفكر في حاجات كتير قوي بس مش عايزه تتكلم، نفسها تحقق كل حاجه في اللعب وخايفه تتكلم. انا بتمنى لكم التوفيق جدا. مش بس الفريق البنات، كمان زي ما كابتن مراد قال لي في فريق مختلط، ويبدو ان احنا داخلين على مستقبل لعبه قويه جدا جدا. انا ايد مارتينا لما قالت احنا بنأسس عايزين قاعده اعرض وقاعده اكبر من الشباب والبنات الفتره اللي جايه. اتمنى كل التوفيق لمنتخباتنا، وقلت منتخباتنا اهو في الدوج بول، سواء للبنات او للمختلط او للشباب والرجاله. واتمنى لكم كل التوفيق في كاس العالم اللي جاي، وزي ما قالت كارين كمان يكون في معسكر يتم اعدادكم فيه اعداد جيد وكويس. واقول لكم قريب مبروك لوجود اتحاد للدوج بول ان شاء الله. شكرا ليكم وكل سنه دايما وانتم طيبين. حضرتك طيب. مشاهدينا سريعا نخرج لفاصل وارجع نودينا نختم مع حضراتكم. انتظرونا.